الاستدامة يا أولاد من المصطلحات الأساسية في درسنا النهاردة، عشان كده هتلاقوها مظللة عندكم في الكتاب ومحطوط تحتها خط في النسخة الرقمية. معنى كلمة الاستدامة إننا نضمن وجود الموارد اللي بنستخدمها على المدى الطويل وفي المستقبل، وده بيحتاج مننا طرق لإدارة الموارد، يعني نفكر إزاي نستخدم الموارد بشكل صحيح. عشان كده في الجزء ده قال إن التجدد لا يعني الاستدامة، يعني ممكن نبقى بنزرع مساحات خضراء باستمرار بس بنستهلكها بطريقة مفرطة أو بتتعرض لتلوث التربة، ده معناه إنها مش هتبقى مستدامة، يعني مش هنقدر نضمن إنها تكون موجودة في المستقبل. وبرضو زي المية ممكن نحفر آبار جديدة، بس لو استهلكناها بشكل كبير أو الآبار دي اتعرضت للتلوث مش هتفضل موجودة. إيه رأيكم نشوف مع بعض الفيديو ونعرف مثال كمان يقدر يساعدنا نفهم إيه معنى استدامة الموارد؟ ركزوا كمان كويس وإنتوا بتتفرجوا على الأسباب اللي ممكن تؤدي لعدم استدامة مورد، وإيه الطرق اللي ممكن نقوم بيها للحفاظ على استدامة الموارد المختلفة. الأبقار التي ترعى في هذه الأرض الخضراء تأكل العشب بمعدل أبطأ من معدل نموه مرة أخرى، ولكن ماذا سيحدث إذا سمح لعدد أكبر من الأبقار بالرعي في هذه الأرض حتى أصبح هناك الكثير من الأبقار التي تأكل العشب أسرع من قدرته على النمو؟ في نهاية المطاف سيتم رعي العشب بشكل مفرط وتشتد الأبقار جوعاً. عندما يستهلك مورد طبيعي بشكل مفرط فإننا نشير إلى ذلك على أنها حالة غير مستدامة. للحفاظ على مواردنا، المجتمع بحاجة إلى التحرك نحو استدامة الموارد. تتضمن استدامة الموارد استخدام الموارد الطبيعية بحيث لا يتم الإفراط في استخدامها أو إتلافها على المدى الطويل. الكثير من العوامل تؤثر على ذلك، منها الزيادة السكانية والاستهلاك المفرط للموارد وتوزيع الموارد ومكافحة التلوث على سبيل المثال للحصر. الجزء اللي شفناه في الفيديو عن تناول الأبقار للعشب كان مثال تاني للتعبير عن عدم استدامة الموارد. تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا، المستقبل يبدأ الآن.